que los proyectos después de que لقد مرت فترة كانت فيها أزمة اقتصادية حيث انخفضت الأسعار في السوق إضافة إلى حدوث مشكلة أخرى حين بدأ المستثمرون بمغادرة المكسيك بسبب فقدانهم الثقة بهذا البلد. لهذا السبب فإننا نقدر ثقته بنا لأنه استطاع تطوير مشروع مهم جدا. كان هذا مشروعا مهما وفر العديد من فرص العمل الشاغرة والكثير من الموارد المحلية لمنطقة سييرا في ولاية تشيواوا. لقد اهتم فريد بمصلحة جميع من كانت له علاقة بمشروع. لقد أصبح صديقنا ونحن نتعاون معه إلى الآن. Y hasta ahora seguimos colaborando con él.